السلام عليكم جميعا. بهذا الفيديو راح نجي نشرح موضوع البيزل جانجليا. البيزل جانجليا هي عبارة عن فستراكتشر قاعد بالbase of the brain or the base of the cerebrum. زين ليش سميناها جانجليا؟ لأن هي عبارة عن gray matter or collection of cell bodies. زين لعد ما المفروض نصيحها basal nucleus E. هو تعبير جدا شائع انه اسمها بيزل جانجليا، لكن هذا التعبير ابدا مو دقيق، هو تعبير خاطئ، المفروض نصيحه بيزل نيوكليس. زين هسه احنا خلينا نجي نباوع على هاي الصوره. هاي الصوره هي عباره عن كورونال سكشن. هذا الكورونال سكشن هذا الجزء منه اللي جوه هو عباره عن التمبورال لوب، والجزء اللي فوق ممكن يكون بارايتال، ممكن يكون فرونتال، وحتى مرات اوكسيبيتال دنقص الكورونال سكشن من ورا. لكن بهذا الفيو انا مطلع الثيرد فنتريكل. زين هذا فتشي midline structure وفت cavity معناته عبارة عن third ventricle. زين حاجة أرسم على جانب third ventricle اليسرى واليمنى فتشي، فشنو هو الشيء؟ أكيد 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 راح يكون الثالمس. زين هذا one thalamus، هذا one thalamus. زين بعد فتشي lateral راح يرسم منهم شنو هو؟ تذكرون internal capsule اللي هو مثل علامة أكبر. فالستراكتشر وايت ماتر، لهذا انا رسمته بغير لون، جدا جدا مهم تفوت به هواية تراكتات سواء كانت اسيندينج اور ديسيندينج. اوكي زين هسه راح اجي ارسم ستراكتشر مور لاترالي اللي احنا نصيحه لانتيفورم نيوكليس. نيوكليس يعني جراي ماتر. هاي اللانتيفورم نيوكليس يصيحوها، وهذا الجزء اللي دا ارسمه منها اللي لي برا اللي هو البوتامين، والجزء الجوه يصيحوه جلوبس بالوسيدس. اوكي زين الناس يصيحوها لانتيفورم نيوكليس، أنا أصيحها البيزاية، والجزء اللي لي برا اللي هو عجيمة البيتزا الأطراف، لأن يعني تعرفون البيتزا محشوة الأطراف، هو البوتامين، والجزء اللي جوا بمحتويات هو الجلوبس بلوسيدس. فهسه هاي بيزاية، هاي البوتامين مالتها هذا، وهذا الجزء اللي جوا هو الجلوبس بلوسيدس. زين لي برا بعد شكو مثل ما كان أكو internal capsule، فلي برا اكيد اكو external capsule. زين ولي برا اخر شيء موجود فت structure هذا المقوس، شنو هو هذا؟ يصيحو كلاستروم. شنو هو الكلاستروم؟ فتفت شيء ما اعرف شنو هو الفانكشن مالته، مو اني ما اعرف، اي احد ما يعرف. زين هو فت شيء ما اعرف الفانكشن مالته. هاي هي بارتات البيزل جانجليا. لا البيزل جانجليا هي عباره عن جراي ماتر. منو اكو هنا جراي ماتر من رسمتهم؟ الثلمسات. زين الثلمسات هي بارتات من البيزل جانجليا؟ لا هي بارتات من الداينسيفالون. لعد منو بارت من البيزل جانجليا؟ لانتيفورم نيوكليس، متكونه من بوتامين وجلوبس بلوسيدس. وبعد اكو فد نيوكليس اسمها كوديت نيوكليس. هاي الكوديت نيوكليس هي عباره عن سي شيب ستراكشر. هاي السي شيب ستراكشر هي مثل الحوريه، هاي الحوريه نباتيه تحب العجين مال بيتزا، فالهيد مالتها وحلقها صاير على البوتامين، البوتامين اللي هي العجين مالت البيتزا. زين هاي اول شغله. بعد شنو؟ خلينا نرسمها بغير لون. هذا هو الهيد مالتها. زين البادي مالتها يرجع بهذا الشكل، يفوت فوق الثلمس، صار عندي ستراكتشر يفوت فوق الثلمس يعني superior to the thalamus. فالبادي مالتها جلاف وفات فوق الثلمس، والتيل مالتها هم يجي يم اللانتيفورم نيوكليس، فالهيد مالتها صار على البوتامين ياكل العجين، البادي مالتها superior to the thalamus، وافترت التيل مالتها اجى هنا، ومن اجى هنا شكو بصفه؟ اكو بصفه فتفتشي صيحو اميجدالة. اميجدالة هذا شنو؟ هذا ستراكتشر ريليتد للليمبيك سيستم اللي هو مسؤول عن الايموشنز. زين هذا الاميجدالة عباره عن جراي ماتر، لازم اكو له وايت ماتر، مثل ما كان عندي الباراهيبوكامبال جايروس هم ان جراي ماتر وهم ريليتد للليمبيك سيستم، وعده الفورنكس اللي كانت وايت ماتر. الاميجدالة مالتها الوايت ماتر فالستراكتشر اسمه سترايا ترمينالس، بعدين راح اشرحها من حاجي اشرح الليمبيك سيستم. زين خلينا نجي نعيد الكوديت نيوكليس بالاذر سايت. هذا الهيد مالتها على البوتامين لان يحب العجين، لان هي حوريه نباتيه. البادي مالتها مفتر على الثلمس وصاير سوبيريور اله، والتيل مالتها جاي يم البوتامين من جديد، وهنا يم البوتامين من جديد شكو او يم التيل اكو الاميجدالة اللي هي بارت من الليمبيك سيستم اللي حطلع لي سترايا ترمينالس. زين شنو هسه هي البارتات الريليتد او بارتات البيزل جانجليا اللي بهذا الفيو او بهذا الكورونال سكشن؟ ال
لانتيفورم نيوكلياس اللي هي متكونة من البوتامين والجلوبوس بلوسيدس وأيضا الكوديت نيوكلياس. طبعا هما يجمعون الكوديت نيوكلياس ويا اللانتيفورم نيوكلياس يسموها نيوسترياتوم وكبارت صحوبليوسترياتوم. هاي راح نشرحها من حاجي أشرح الفانكشن of the basal ganglia بالفيديو الثاني. زين هسا هذا الفيو اللي مرسوم هنا نفسه مرسوم بهذا الشكل أوكي، يعني مفرور هيج. قبل ما أجي هنا خل نجي نوقف هنا على شغلة. هل تتوقعون البيزل جانجليا هي متكونة فقط من اللانتيفورم نيوكلياس والكوديت نيوكلياس؟ إي كأناتومي، كأناتومي هما بس ذني البارتين. كفانكشنز أكو بارتات بأذر بارت من الـ من الـ من البرين أو من البرين استم هي ريليتد إلها فانكشنالي نوت أناتوميكالي. أناتوميكالي هي ما قاعدة بالبيزل جانجليا. من هي هاي بارتات؟ أول بارت هو هنا السبثلاميك أو السبثلامس. تذكرون قلنا إنه السبثلامس هو الكوشن اللي يقعد عليه الثلامس وهو عبارة عن continuation of the tegmentum of the midbrain. هذا السبثلامس هو functionally related للبيزل جانجليا، وراح تعرفون شنو الفانكشن مال البيزل جانجليا من حنيجي نشرح فيديوها مالت الفانكشن of the basal ganglia. زين من هذا السبثلامس وهذا الثلامس، فهذا جوه هنا شنو؟ midbrain. أوكي زين، إذا خليت شيء أسود بالmidbrain شنو معناته؟ معناته substantia nigra. فالsubstantia nigra هم related للbasal ganglia كfunctions كأناتومي. كأناتومي باعوا هاي منو هاي؟ بالميدبرين آني وخليت أشياء اثنين حمر، هاي ريدي نيوكلياس ما لها علاقة، بس إيش بس داراويكم حتى تربطون. فهسا إيش صار عدي؟ البيزل جانجليا تتكون من كوديت نيوكلياس لانتيفورم نيوكلياس كأناتومي كفانكشن ذول الاثنين، ونضيف إلهم السبستانشيا نيجرا والسبثلامس. أوكي خلنا نجي لهذا الفيو مراجعة سريعة. هذا منو؟ هذا ثيرد فنتريكل ذلني تو ثلامس انترنال كابسول. هذا منو؟ هذا لانتيفورم نيوكلياس بوتامين وغلوبوس بلوسيدس. وهذا غلوبوس بلوسيدس ينقسم إلى بارت يكون لي برا فيصحو غلوبوس بلوسيدس إكسترنه، يعني هذا مثلا إكسترنه، وبارت لي جوا يصحو غلوبوس بلوسيدس إنترنه. غلوبوس بلوسيدس إكسترنه، غلوبوس بلوسيدس إنترنه. زين هسا احنا خلصنا هذا الشيء. هاي منو؟ إكسترنال كابسول. هذا منو؟ كلاستروم. هذا منو؟ إنسولا. زين أنا شريد من هذا الفيو باعوا يا شباب، خلنا نرجع للجاف. بهذا الفيو أريد أوضح شغلة، إنه هذا الثيرد فنتريكل، هذا الثيرد فنتريكل وهذا الثلامس. إذا تلاحظون الثيرد فنتريكل طالع لي قدام أكثر من الثلامس، لهنا تقريبا طالع. طبعا هو هنا أكو الهايبوثلامس. زين هنا بنهاية الثلامس ويا نهاية الثلامس والحائط مالته اللي هو ثيرد فنتريكل اكو فت فورامين يصحوها انتر فنتريكولار فورامين او فورامين اوف مونرو. شنو فيلم هاي الفورامين؟ هاي الفورامين تربط لي ثيرد فنتريكل بالتو لاترال فنتريكل. انت مو عندك فورث فنتريكل كان جوا؟ مو عندك هذا ثيرد فنتريكل؟ اكيد بعد عندك من أربعة او ثلاثة، اكيد اكو اثنين موجودات. ذول الاثنين منو؟ ذول الاثنين هما تو لاترال فنتريكلز. زين هذا اللاترال فنتريكل يتكون في شكل معين بعد هسه انا حرق رسمه. هو من خلال الانتر فنتريكولار فورامين او فورامين اوف مونرو يرتبط ويا الثيرد فنتريكل حتى يسوي سيركوليشن. بعدين راح نشرح فيديو كامل عن الفنتريكولار سيستم والسيركوليشن مالته والسي اس اف وغيرها وغيرها من البارتات. اوكي زين نجي نباوع باوع شباب. اللي اريده منكم تتخيلوه انه نتخيل هذا برين، بس هذا الفيو، يعني بس هذا الجزء، يعني هذا one side وذاك other side، بس هذا side تخيلوا لي أنه هو brain. هذا part من the lateral ventricle، okay؟ وهذا the body of the lateral ventricle، وهذا همينه part من the lateral ventricle، هذا همينه اللي نزل إيه شيء، okay؟ وهذا همينه part من the lateral ventricle. هذا شنو قصدي بهذا الموضوع؟ هذا اللاترال فنتريكل دحكي على one lateral ventricle، الاذر بالاذر سايد انا ما اشوفه منه، دحكي على one بس one lateral ventricle. اللاترال فنتريكل متكون من هورنز، هاي الهورنز قاعده باماكن، هذا يصيحوا الانتيرير هورن، هذا يصيحوا البوستيرير هورن، هذا يصيحوا الانفيرير هورن. هذني الهورنات قاعده بلوبات مختلفه،
فأنتوا تخيلوا لي إنه هذا برين، أنا هسه دا أرسمه، الرسم مو دقيق أعرف، تخيلوا لي إنه هذا برين، هذا فرونتال لوب، هذا أوكسيبيتال لوب هنا، هذا تمبورال لوب، هذا أوكسيبيتال، هذا فرونتال، هنا بارايتال، هذا تمبورال. فهذا اللاترال فنتريكل متكون من الفرونتال هورن أو الأنتيريور هورن، frontal or anterior horn لين قاعد بالfrontal lobe أو anterior لين هو anteriorly body of the lateral ventricle لين هو كبادي أو center part of the lateral ventricle. وهذا central part of the lateral ventricle هم يكون عبر فوق الثلمس، فصار عندي two structure يعبرون فوق الثلمس، the lateral ventricle والcaudate nucleus. زين هذا part اللي هو راجع لي ورا posteriorly، okay، وهم يعني راجع بالأوكسيبيتال لوب، فهذا الأوكسيبيتال هورن أو البوستيريور هورن، هذا البارت اللي نازل انفيريرلي وبنفس الوقت نازل بالتمبورال هورن أو بالتمبورال لوب، فهذا هو يا الانفيريور هورن الصيحو يا التمبورال هورن. متفقين لحد الآن؟ متفقين. بهذا الفيديو كملنا البيزل جانجليا، شرحنا الفانكشنز ما الاناتوميكالي اريا اوف ذا بيزل جانجليا والاشياء اللي هي فانكشنالي ريليتد للبيزل جانجليا، سواء كانت السبستانشيا نيجرا او السبثلاميك نيوكليوس، وهمينا شرحنا الثيرد فنتريكال وانترفنتريكولار فورامين اور فورامين اوف مونرو وشني هي الهورنز اوف ذا سوري شرحنا اللاترال فنتريكل والانتر فنتريكولار فورامين تربطه بالثيرد فنتريكل وشنو هي الهورنز اوف ذا لاترال فنتريكل فرونتال اوكسيبيتال والتمبرال. بالفيديو الجاي ان شاء الله راح نشرح شنو هي الفانكشن اوف ذا بيزل جانجليا، نربط هاي البارتات ويا الاناتومي مالت البيزل جانجليا ونعرف شنو هي امراض البيزل جانجليا، سواء كانت الباركنسون ديزيز كهايبوكاينيزيا او هايبركاينيزيا مثل الكوريال اتيلوسيس وغيرها وغيرها. أوكي، شكرا جزيلا لكم ونشوفكم بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. باي باي.